أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر
قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
واصبر حتى يحكم الله.